ايضا في تحقيقات النيابه فيما يخص المستشار جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. النيابه امرت باحتجاز باخلاء سبيل المستشار جنينه واحتجاز 4 من المتهمين بالاعتداء عليه، منهم الحقيقه احتجاز ايضا اعتقد الحارس الغفير اللي عنده، و3 من المتهمين بالاعتداء عليه. وهننتظر، عشان كده انا في هذه القضيه بالذات ما اتكلمتش عنها كتير، انا في انتظار تحقيقات النيابه وبيان النيابه هتطلع مين المتهم ومين المجني عليه. حتى هذه اللحظه اخلاء سبيل جنينه وان هم ادوا له عربيته والكلام ده واضح ان السكه ماشيه في اتجاه معين، ولكن النيابه ما زالت في انتظار تحريات المباحث والامن المواطني وغيره في خصوص المتهمين، خاصه انه المتهمين تم الكشف ان هم يعني واحد منهم من اللي قالوا ان هو جنينه ضربه او ان بنته اللي بتلعب جودو غالبا لوحدها كده ضربته، ان هو طلع مسجل خطر. فالحقيقه يعني انه الموضوع محتاج ان انا لا القي بالاتهام على هذا ولا ذاك، ولكن سانتظر تحقيقات النيابه ان تقول قولها الفصل في النهايه، ونحن نثق في النيابه في كل الامور. فاتمنى بس من الداخليه انها ما تطلعش بيانات مستعجله، ودينا شفنا بيانات طالعه في قضيتين لسه مش عارفين مدى، يعني في قضيه منهم طلعت خطا ونشوف القضيه الثانيه ماذا سيحدث بها.